السلام عليكم اخوان اخوات، مرحبا بكم في هذا الفلوج اللي بغينا ندوزو من طريق هنا من طريق وريكا ونمشيو حتى لطريق كازا. انا دابا في طريق وريكا حدا المزار، طريق المزار غادي ندوزو من غادي نقبو من سيدي يوسف، داك الشارع ديال الكليماتيزور اللي هو في شارع الثلاجة ولا واش يقولوا ليه. علاش يقولوا لي هكا؟ حيت بارد في الصيف، باش دوز منو تكون بارد. غادي نمشيو ندوزو منو هو الاول، وعاد ندخلو نخرجو سلام نخرجو لسيدي يوسف، نمشيو نقطعو وندوزو حتى ندوزو نلور بحال هكا ونقطعو من ديك الطريق الدائري ونمشيو ندوزو طريق كازا. خليت الوليدات في واحد ستاسيون ديال ستاسيون تما زوين، واحد ستاسيون تخليهم تما تيلعبو، نمشي نقضي غراض و هداكشي و حتى تنرجع ليهم. ستاسيون افريقية تما كاين، كاين افريقية ولا ممكن افريقية. خليتهم قبيلة تما، عاد نمشي ليهم دروك. ندورو مع هاد الشارع، غادي ندوزو الشارع ناقب شويه الا بغيتي تمشي مثلا، ولا باش ما ديرش مجاهه فينا الطرقان شويه مزيرين تما، راه زحام بزاف. لا انا الزحام ويني ماشي بحال، لا انا كاين الزحام غير هو ماشي بحال تما، تما تاني راه طخو اكزاجيري تما بزاف، كترو كتير الترافيك بزاف. عاد الناس العشيه هاديك باش تيخرج، اليوم ويكاند يعني الناس راه لو شارع ديال كليماتيزور تيقولوا ليه شارع، تيقولوا ليه شارع كليماتيزور حيت بارد، تيعطي واحد الغربي في الصيف واعر زوين. أبدال شارع جابدال دابا يكون تسد داك الشارع، تسد سدوه على حساب العشية. دومين أكدال الشارع زوين، شي شجرية فيه داك الشارع فيه اللي بغا يدير شجرية ولا لا ماش كاع. هادا تعجبني الجرا ولا ما شويه هكا شويه هكا، مرات تجري مرات تمشى مرات جلس. لا لا هي تمشى وجري، تمشى وجري حتى تسالي ودوش لك مع راسك، وعاد ديك ساعه بغيت تجلس شي قهيوه وجلس. هادي لهم فاس، حنا بغينا نخرجو لسيدي يوسف سيباع، سيدي يوسف بن علي دابا الباب ديالو بدا من جهة سيدي يوسف. هاذي واش الشعر الخضر واقفين، واش غادي تقلب هاد الآية ولا كيفاش؟ كي دايرين بعدا الإخوان أخواتي كاملين؟ بعدا كلشي بخير صحة لاباس؟ كي درتو مع البرد الصاد الصاد البرد؟ دابا هاد الوقيتة هادي راه قاصحة، ما تعرف واش تلبس مزيان ولا تلبس شوية. لبستي مزيان يجيك الصاد، لبستي شوية يضربك البرد. إوا غاتحماق ديال تيقول لها بين السبوله والسبوله، هي هاد الوقيته يا
هذا اللي تيقول لهم صلى هنا في هذا اليمين هذا هو تيقول لهم صلى صلى ديال سيدي يوسف. هذا لكم فلوق على هذا السيكتور هذا سيدي يوسف وما ادراك ما سيدي يوسف عالم اخر هنا راه الناس ديال هنا راه تيجيو كاع لجهتنا تما جهه المسيره وهداك الشيء عندو ما يدير تما ما دار عندو شي عائلته ولا شي حاجه ما كاع ما يجي تما نهائيا تاع ديال المسيره دابا كاع ما وصلوا هنا الى كلشي تما كلشي عندهم كان شحال هذا الا بغيتي تقدا شي حاجه كدوز ديال الجامع فينا داك ما بقاش تما المحكمه ومجلس البلدي دي مجلس الجهه زعما قصر العداله محكمه العربية قصر العدالة الفرنسية كنا شتم طراسين شانطي بيديرو دوكا جهات مراكش أسوي بيديرو دوكا لي دودان ونكمل الطريق في اتجاه كازا هكا كنا جايين مع شارع المصلى حسب جوجل مابس غادي نخرجو في شارع المدارس كروازما ديال شارع مشارع المدارس ونفوتو على نلقاو شارع سميتو سوق الربيع باش كون طاحت ليه واحد الكاسكيطة ولا طاقية ولا شي داكشي هاد الفيروج هنا فين تيخرج داك شارع المدارس هاد سيدي يوسف هذا دخلتي مع هاد الدخلة هادي اللي على اليمين كاين السويق هاد الدخل عالا تما كان عندي واحد السيد صاحبي تما كان داخل كان تيدفع ليه سلعة كنت تمشي عندو تعطيه الكوموند وداكشي و هذا الدخل داخل عالا كان واحد سميتو الفارسي حسن الفارسي مسكين غاتحول ولا بدوار الظلام مبقاش تما وراه كنت تمشي عندو لا تندخل عندو تما وعالام وديما تنتلف شي الدروبه وافطر عاد نعيا ما نعقل والو حتى وليت نحسبهم اش مثلا انت نحسبهم فاش وليت نحسب ولي عاد وليت نعقل قلت انا قدام مشي عندو ديريكت ديما تيجرني واحد شي درب اخر ومن بعد فاش وليت نحسبهم وليت نلقى مثلا الدوره الخامسه ولا الدوره كذا تلقى عاد وليت نعقل واحد مول الحانوت كاين تما عاد وليت ندور مع تما وتن من بعد ما كاينش عقل عليهم كاع تاع ايام ما تعقل والو ندوزو دابا سوق الربيع خاص الزحام نديرو السيكان تما ترتاحنا صاحبي الله يهديك سوق الربيع هو هذا ساد دروب غتيكون خدام هنا ولا مبقاش فيه الربيع ولا فيه هادشي ديال فنارة هادشي ديال الطين الطين على حسب الاكسبور وداكشي شعال سير صاحبي مورونج سير عطينا شي شويه ديال الطريق بيه الطريق بالنسبه للناس اللي ما دازوش من هنا ولا اللي
اللي شحال هذا مدى زوم من هنا ندوزوهم ونوصلو ندوزوهم هاد الطريقة هادي. غادي نطيحو دابا باب الخميس ولكن ما غاديش ندور، غادي نكملو تاني أو تاني تا نخرجو في الرومبا ديال طريق كازا، عاد ندور على اليسار ونمشيو لهاديك هاديك السطاسيو اللي قلت ليكم. الرضا روع اللي من شتاه تيشد المزروبين، لي مزروب تيقول اجي لهنا. هو الصراحة ما كاينش كيفاش جيستي في بينا، راه كنت ما عندكش ما كيفاش تناقش تي بدون نقاش. قال لك انت جاي اكثر من 60، صافي كنت جاي اكثر من 60، واخا يغلط لا غلط باش عرفتيه ما غلطش. والله لا 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 قال لك الرادار راك جايب بسبعين وحيد عليهم فمو بلا حلو يقول لك جايب سبعين وصاف بلا ما يحلف لك بلا والو. هو انت كنتي جايب سبعين واخا ما جايش بشي واحد. شوف الغروب الله العظيم، لكن الجو قرقبو عليه. الطريقة راه ولات واعرة الطريقة هادي. ما شتيش دابا السلاسة باش غادي شتي، أما كون دزنا من لهيه وايلي كراك واحد في شي رومبا وإلا كون رحنا واحدين تنزوقو كاع ما تجيز من شي رومبا تحل فيها تبقى تتعصر تما كاين شحال باش دوز. وأنا الحمد لله هانتوما غادي داكشي سالس خطوة إلى شوية، ولكن المهم اش خلى هذاك موان دو ستريس. تحية لجميع المتابعين، تتمنى على أننا نكون عند حسن الظن ديالكم. المهم اللي عنده شي اقتراح ولا شي حاجة مرحبا بالتعليقات ديالكم. يعجبو المحتوى يدير جام، اللي ما عجبوش يقول لنا علاش. ياك ما الا كانت في الاستطاعة نغيرو راه غادي نغيرو، ما كانتش في الاستطاعة الله غالب انا ما ندير لك الواد تنديرو اللي بجهدنا زعما باش نكون عند حسن الظن، زعما باش نكونو كيف ما بغيتو. المهم توصلو لكم واحد الرسالة واحد الميساج كيف ما كما نراه بدون زيفين وبدون تزوير. نقول لكم غير الواقع، حنا راه تنسبيكيو صافي تنقول لكم داكشي تنشوفو تنقولو عليكم وصافي. مع بعض المرات ندخلوا في شي مواضيع وتتناقشوا معكم فيهم، تنقول لكم الراي ديالنا بطبيعه الحال لا نلزم به احدا. الراي ديالنا تيخصنا حنا، اللي اقتنع به وبغى زعما ياخذ به مرحبا، واللي ما اقتنعش به راه ما عندوش اقتراح اخر ولا عنده شي مسألة سهل عليه. الله يسهل على الجميع. انا نتمنى لكم جميعا لكم ولوليداتكم الصلاح والنجاح في الحياة. ورا هاد الاخر هذا كنت ارمي لكم دوك فلوق ديال ديك الدار اللي كنبني، رميت لكم دوك الدالات الطبلة والدالة الاولى والدالة الثانية، قريب ان شاء الله نرمي لكم الدالة الثالثة وغادي بها. ومن بعد راه غادي ندير لكم واحد ريكابيتولاتيف ديال كاع السلعة اللي دخلات وبشحال طلعات وبشحال، باش نعطيكم تقريبا هذا ملخص ديال الدار من طق طق. السلام عليكم حتى الفوق. ومن بعد عاوتاني ندير لكم فلوقات على على المرطوب، وندير لكم المرطوب على الفلوقات على الفينيسيون. المهم غنمشيو معاه دقه دقه. نسيت ما دزتش من داك باساج سوتيران، ما دزتش منه انا هادي ديريت كان هادي نمشي معاه شبقيتها انا دزت انا شدني هاد الفروج اش عليا شتي كون دزت من هاد الباساج سوتيران.
ندير والو شي بس ما كاين. المهم كي قلت لكم كاين ندوز من ديك الباسه هاد اللي تحت الارضي وانا مكلخ شبيتها ما تنفكر ونفكر بينا بغينا ندور على اليسار ما فهمتش انا علاش داكشي باش دزت من هنا. اش كنا تهضروا مشات ليا كاع راس الخيط. انا مشى ليا راس الخيط. قلت لكم الله يذكرنا بالشهادة وإياكم. الشارع ما عرفتش ليه بولفار واد إيسيل شارع واد إيسيل دابا في شارع واد إيسيل حتى تكون هنايا لي رادار هنايا يردو البال كاين عندكم 60 هاد القضية اللي كنت فاش كنت في كادير تلقى عندهم هما داكشي دوك لي نومبغ مختلفين دايرين 50 دايرين 70 بسرعة في الطريق هو 40 60 دايرين هما 50 70 الطريق دابا داك الطريق دائري اللي جاي من الفوق وغادي تيطيح في المرصة دايرين فيه 70 الضحك قبل علاش اخويا دايرين 70 زعما مختلفين زعما هما راه هما راه اكادير هما حنايا مراكش انا 60 هما دايرين 70 ما فيش زعما قانون واحد ما عرفتش علاش دايرين زايدين تما 10 ولا ما ناقصين ولا ناقصين 10 ولا ما الناس اللي مشاو لكادير غادي يلاحظوا هاد القضيه هادي غادي يشوفوا 30 وغادي يشوفوا 50 و70 في السرعه كاينش عندنا بحال عندنا هنا 40 و60 تلقى شي بلايص فيهم 40 وشي بلايص فيهم 60 ولا خرجتين لا مراكش تلقى 80 هما لا كاينه 70 وكاينه 50 هذا 10 اكادير راه خدامين فيه تيرونوه والله العظيم مشيت لي داك النهار الا طلع لي كاع الدم وفين ما مشيتي الحفير فين ما مشيتي الحفير خدامين فيه وين ان شاء الله من هنا واحد عام ولا سميتو غادي تصلح هذاك الشيء ولا داك الشيء زين خدامة تيرونو فيها مزيان تيقادو فيها شي طرقان ثانوية وشي ديك لا سانتور بيريفيريك وتي المهم خدامين خدامين سير شعل شعل ما عليكش شنو ندير لكم في هاد البكار هذا ندير لكم شي دورة عاوتاني في هاد البكار درت لكم فيه واحد الدورة بولفار شارع وادي سيل هنا لازلنا في شارع وادي سيل عاد مشيت هنا زين هنا ما عرفوش كمل ولا لا ديك الساعة كنت خليتو خدامين فيه والله ما عرفوش كمل ولا لا باقي خدامين في الفينيسيون غنطيحو دابا في الرومبا ديال كازا رومبا كازا ومن بعد غادي ندورو نمشيو مع طريق كازا ما غاديش نمشيو نمشيو بحال عرفتي داخلين لمراكش وغادي نمشيو لهاديك الستاسيون اللي قلت لكم زوينه هاديك الستاسيون والله الا زوينه زعما بالنسبه للناس اللي داير حنا غادي نوصلو غير طريق كازا ونحبسو التصوار با صافي لا جات شي بركة ديك الساعة راه الطريق باينة تبان لكم غير شوية تعطيكم غير فكرة وصافي هما راه عجبني هاد الطريق هادي تا هي بصح حاولوا انه تيجيك شي واحد من اللور تاكسيري طاطاط تيقول لك حيدنا هنا كاينه ليميت دو فيتاس 60 انت تكون غادي انت ب 60 تيجي هو ضارب 80 تيدير لك فاركو زعما حيد الطريق ايوا خلي بحال هادي اللي جاي دابا تكون جاي 80 70 70 بعدا وادي سي الناشف فاش يجي راه تيطلع لهنا
قلت يجيب واحد القوة تبارك الله. كاين هذا لي بيبينير واعرين، هذا بيبينير اللي كاينين هنا واعرين تي واني راه السوق هو اللي كاينين في طريق وريكا، باش بان الناس اللي كاين شي وحدين في طريق فاس هما زوينين، شي وحدين اخرين عاوتاني كاينين في طريق، كاين واحد في تامن صورت عند عبد المولى واخد داك السيكتور اللي قدام عبد المولى، شتي هاد النخلات تبارك الله. وبهذا وصلنا لنهاية البلوك ديالنا، تشكركم شتي 40 اللي كاينين اللي قلت لكم قبيل، تشكركم على حسن المتابعة، وصلنا دابا الرومبا ديال طريق كازا هي هادي، تشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.